صليب، عندي 33 سنة وأنا رمحت كتير، رحت للمحافظ كل اللي أروح له يقول له روح روح. معايا 7 أفراد وعيال أخوي معايا، وأنا اللي بصرف على البيع، يعني أنا بعمل وعملت 20-30 مدعكة على البيع، وأبوي حالته تعبان ولا وظيفة ولا حاجة. معايا شهادة هنا متعوق متعوق، واخدها من السجل المركز التجاري في نجاح حماد الشلال المصري. انا مفتح الساعه 7 الصبح، يا فيها جاني رزق يا فيها ما جانيش، مش هينفع ان انا اقعد على طول في المهنه دي وبقفل الساعه 12 بالليل. يعني انا تعبت، يعني ولا وظيفه لا جنيه ولا عربيه. كل ما اروح لحد يقول لي عاوز شهادتنا هو امي. ما دخلتش المدرسه عشان والدي كان ظروفه تعبان، علمونيش من بدري، بيفتح 15 سنة في المهنة دي، وكل كل اللعب مصروف على البيئة على الأسرة، وأبوي معاه حلتوه الشغل، أبوي أرزق، ممكن أعمل لي 10، ممكن أعمل لي 20، ممكن أعمل لي 30 في اليوم. يعني أنا عايز وظيفة، يا وظيفة يا عربية، مش هينفع المهنة دي اللي أنا شغال فيها بقى. أمي ب 200 جنيه في الشهر. طب المكان ده بيجيب 200 جنيه في الشهر؟ لا طبعا، لو بعملها ال 200 كنت بقيت باشا. انا يوم ارزق ويوم ما ارزقش، اشتغل ليله ما يجيني رزق.